طيب خلينا ناخد اخبار الاهلي على السوشيال ميديا ونبتدي بيلا كوره على تويتر. واللي بيقولوا خبر ان في مصدر في الاهلي قال لهم ان علي معلول جدد مع الفريق لمده موسمين. وفي الحقيقه احنا دايما بننتظر الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي اللي بيكون من خلال الموقع الرسمي للنادي او من خلال قناه النادي الاهلي. حتى هذه اللحظه ما فيش اي اعلان رسمي واحنا لازم نقول لحضراتكم الامور ماشيه ازاي. لكن بنسبة كبيرة الموضوع خلصان يعني، وتصريحات علي معلول بعد مباراة السوبر كانت واضحة في إحدى اللقاءات التلفزيونية إن خلاص الموضوع خلصان ومفيش أي مشكلة خالص، وإحنا قلنا لحضراتكم الكلام ده من بدري جدا. ممكن يكون ناقص بعض الإجراءات البسيطة جدا عشان يتم الإعلان عن تجديد تعاقد نجم من نجوم النادي الأهلي وأحد أبرز لاعبيه هو علي معلول، فاعتبروه موجود في الاهلي يعني. هم هنا بيتطرقوا كمان للمبلغ المالي اللي بياخده، مش عايزين نتكلم في الامور دي، لكن هم بيقولوا ان هيبقى في سنتين جدد في تعاقد معلول بخلاف السنه المتبقيه اللي هتتحسب من العقد الجديد، وينتهي عقده الجديد باذن الله في 2023 2024. بس حتى الان برضو عشان يبقى كلامنا واضح، لحد دلوقتي مفيش اي اعلان رسمي بخصوص هذا الملف، لكن الامور كلها ايجابيه جدا 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 يعني، فاطمنوا يعني اطمنوا. خلينا نروح لسبورت 360 على تويتر واللي جابوا ارقام علي معلول مع النادي الاهلي منذ قدومه للفريق. وقال ان علي معلول لعب 180 مباراه، 35 هدف، 49 اسيست. ده خلي بالك علي معلول ايه ده، مدافع يعتبر يعني، فارقام ما شاء الله كويسه جدا جدا. جاب كام بطوله؟ 4 دوري مصري، 2 كاس مصر، 2 سوبر مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، يعني 12 بطوله، 4 2 6 8 10 12 عشان ضعيف شويه في الحساب فنراجع يعني مع بعض. ف 12 بطوله بالنسبه لعلي معلول رقم كويس قوي. تعالوا بقى للملف ده ونرجع ليلا كوره حسابهم على تويتر، واللي بيقولوا ان في مصدر برضو للاهلي هو نفس المصدر قال لهم ايه، قال لهم ان موسيماني لم يطلب اعاره كهربا وسيشارك في الوقت المناسب. والحديث لا ينتهي على كهربا في الحقيقه. المؤكد اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان مفيش ازمه ما بين كهربا وموسيماني، وهي رؤى فنيه بحته، رؤى فنيه بحته. ده معناه ايه؟ معناه ان الفتره الجايه هيكون في كاس الرابطه، تمام، كاس الرابطه اكيد هيشارك فيه كهربا، لان اكبر دليل ان كهربا لعب في ماتشات وديه مع الاهلي يعني الفتره اللي فاتت، فاكيد هيتم اختيار كهربا للمشاركه في مباريات كاس الرابطه في ظل كمان غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين. يعني نفس الكلام عن طاهر، شفنا طاهر شارك، كان الناس كلها بتقول ان طاهر ماشي شارك وساهم كمان في بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وبعدين يا جماعه برضو عشان نبقى مع بعض كده بنفكر، يعني احنا لسه في اول الموسم، ده لسه بدري قوي قوي يعني على الموسم كله. انت الدوري لعبت 7 ماتشات بس، لسه عندك كاس مصر، معرفش القديم هتلعب ولا لا بصراحه، عندك كاس مصر الجديد كمان، كاس الرابطه، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس عالم الانديه، ده لسه بدري قوي على الكلام ده. بس الناس بتربط ان خلاص في فتره انتقالات شتويه جايه، فالناس دايما لازم تربط بمثل هذه الامور يعني. فالمؤكد ان كهربا هيشارك في الوقت المناسب طبقا لرؤيه المدير الفني المميز والمتميز هو مستر بيتسو موسيماني. نروح لحساب كوره بلس على تويتر واللي بيقولوا على لسان مصدر يعني ان بيتسو موسيماني يحضر قرعه دوري ابطال افريقيا غدا، وده حقيقي والراجل هيكون موجود في القرعه. خلينا نروح لليوم السابع واللي بيقولوا تقارير مغربيه الاهلي يرفض عرض العين الاماراتي اللي ضم بدر بنون. هي كلها كانت يا جماعه جس نبض، ولكن موضوع ان بدر بنون يمشي ده امر مرفوض يعني من النادي الاهلي بالتحديد في شهر يناير، ولاعيب بقيمه كبيره ومهمه جدا في صفوف الفريق ومستويات رائعه جدا بيقدمها. احنا لسه مع بدر بنون وده من خلال حساب الاتحاد المغربي لكره القدم واللي بيعلن عن استدعاء بدر بنون لقائمه المنتخب للمشاركه في بطوله الامم الافريقيه بجانب سفيان رحيمي ومحمد شيبي طبعا في هذه القائمه. اتمنى له يا رب كل التوفيق ويرجع لنا كمان سليم عشان كاس العالم للانديه. نروح كمان لحساب مبتدا واللي بيقولوا قرار عاجل من الخطيب في فتره توقف الدوري. طب ايه هو القرار العاجل يا جماعه؟ ان الكابتن محمود الخطيب قرر صرف مقدم عقود لاعبي الاهلي للموسم الجديد خلال فتره التوقف الحاليه. ما فيش حاجه رسمي بخصوص هذا الجانب، لكن لو ده هو الميعاد الخاص بصرف مقدم العقود فاكيد هيتم. الاهلي ملتزم جدا في مثل هذه الجوانب يعني، ما بيتاخرش خالص امور زي دي يعني.
خلينا كمان ناخد اخر خبر وهو كشف حساب صفقات الاهلي الصيفيه، حساب حسن بدون بصمه. طبيعي الناس هتقعد يعني ايه تحاول تشوف انت جبت صفقات، في صفقات ما لعبتش، في كلام من ده. يا جماعه الانسجام في صفوف الاهلي بيتم بشكل سريع، لكن انا بتكلم عن الانسجام الفني. الانسجام الفني اكيد بياخد وقت، فالوقت ده مين اللي بيحدده؟ هو المدير الفني. ايا كان مين هو المدير الفني اللي موجود، هل معنى كده ان حسام حسن مثلا فشل؟ الراجل ما لحقش بقاله شهرين ثلاثه مع الاهلي يعني. فاكيد اكيد الفتره الجايه برضو نفس الكلام اللي ينطبق على كهربا بينطبق على حسام حسن، بينطبق على اي لاعب، على عمار حمدي، بينطبق على اي لاعب ما شاركش الفتره اللي فاتت، رغم ان عمار لعب دقايق امبارح يعني. بس ده كلام سابق لاوانه، لان احنا لسه في بدايه الموسم بتلعب 7 ماتشات بس يعني. فطبيعي الناس هتقعد تربط الامور ببعضها. ده فيما يتعلق بترند الاهلي. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنونا يلا بينا.